من خلال هذه الزياره لهذه الدوار ديال تلوات لاحظنا بان كاين واحد العدد ديال الحجرات اللي هي تضررت من خلال هذا الزلزال. الدراسه استأنفت رغم هذه الظروف الحجرات اللي هي مازال صالحه للاستعمال وتحت الخيم. من طبيعه الحال احنا الهدف ديالنا هو في اقرب وقت تم اعاده البناء ديال هذا الفرعيه ويكون هذه اعاده البناء في ظروف اللي هي احسن مع المنتخبين ومع الجمعيه المحليه تنشوفوا واش ما يكون شي وعاء عقاري اللي هو يساعدنا باش نبنيو المدرسه بكل المواصفات الضروريه. في نفس الوقت كل تلاميذ كاين مواكبه مع الاساتذه، كاين واحد التعبئه اللي هي واسعه وكاين مواكبه فيها نفس الدعم النفسي، فيها انشطه ايضا اللي هي انشطه موازيه داخل الاقسام باش التلاميذ بعدا ما يدالهمش الوقت وما يدالهمش الزمن المدرسي ديالهم ويستأنفوا الدراسه ديالهم رغم هاد الظروف اللي هي ظروف صعبه.